السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. هنبدأ مع بعض شرح منهج كونكت 4، منهج الصف الرابع الابتدائي، كونكت 4 من كتاب الأضواء جيم. الكتاب جميل جدا، عرض للمنهج بصورة سهلة وبسيطة، شرح جميل، وكمان مجموعة من التدريبات الكتير مع الكتاب ملحق في أهم الامتحانات، وكمان هتلاقوا جودة الصفحات والطباعة جميلة جدا. فهنبدأ مع بعض جيم الأضواء منهج كونكت 4 سنة رابعة ابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونبدأ مع بعض شرح المنهج. محتويات المنهج: المنهج مكون من جزئين، الجزء الأول 3 يونتس 3 وحدات، والجزء الثاني 3 يونتس 3 وحدات. الجزء الأول بعنوان My Society، My Society مجتمعي، هنبدأ بيونت 7 عشان احنا خدنا الترم الأول من الوحدة الأولى للوحدة السادسة. الترم الثاني هنبدأ بيونت 7 الوحدة السابعة بعنوان This is where I live، This is where I live. يونت 7 الوحدة السابعة، This is where I live، This is هذا يكون، Where I live حيث أعيش، حيث أعيش. هنتكلم عن بعض الأماكن وأهم مكان، هنتكلم عن نهر النيل، هنتكلم عن الطبيعة الجغرافية، هنتكلم عن البيئات. يونت سهل وبسيط، هنحل مع بعض التدريبات بأسلوب سهل وهنشرحها وهنفهم أسباب اختيار كل إجابة. بيج 4 صفحة 4، هنبدأ بصفحة 4 لسون 1 الدرس الأول، ذا نايل نهر النيل، ذا نايل نهر النيل. هنا جايب لي listen point and say، استمع أشر وقل، مجموعة من الكلمات المهمة والصور اللي بتوضحها. city 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 مدينة كبيرة، city زي ما أقول مثلا كايرو is a city، القاهرة مدينة، city. building 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 مبنى، building مبنى. river 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 نهر. forest 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 غابة، forest غابة، forest غابة، forest. desert 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 صحراء، desert صحراء. village 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 قرية. oasis 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 واحة، oasis واحة. mountain 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 جبل، mountain جبل. extra vocabulary كلمات إضافية. quiz 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 اختبار. life 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 حياة. the widest اللي هي الأوسع، ودي اللي هي adjective صفة. بين قوسين جايب لي هنا نوع الكلمة، فهنا موضح لي إن هي صفة adjective. the widest الأوسع. كيلو متر كيلو متر، كيلو متر دي وحدة قياس بقيس بها المسافات. أستراليا أستراليا أستراليا. clearly clearly بوضوح. the nile the nile نهر النيل. the shortest the shortest الأقصر. the shortest ودي برضو adjective. both كلاهما أو كل من، بتكلم عن مثلا إيه كلا مثلا حاجتين او شيئين. both center center مركز. sure 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 متأكد. sure. branch 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 فرع. interesting interesting شيق مثير للاهتمام، اقول مثلا the film is interesting الفيلم شيق. the longest the longest الاطول. amazon 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 نهر الأمازون. earth 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 الأرض. كايرو تاور كايرو تاور كايرو تاور برج القاهرة. reptiles 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 زواحف، زواحف زي التماسيح. reptiles زواحف reptiles. هنا موضح لي نقطة كده بسيطة، بيقول لي إن حرف السي ينطق السعادي لو جه وراه واي او اي او اي، نوضح.
السي ممكن يتنطق سي او ممكن يتنطق كي او ممكن يتنطق تش. هنا سيتي، خلينا بس في النوع الاول. هنا السي جه ورا اي صح، تتنطق سي، يبقى سيتي 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 سيتي، او زي كلمه سينما 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 سينما. يبقى السي لو جه ورا واي اي اي ينطق سي، زي سيتي سيتي مدينه كبيره. هنا ديزرت، هنا الاس تتنطق زد ديزرت، يبقى السي ممكن يتنطق سي عادي والاس ممكن يتنطق ايه زد ديزرت ديزرت صحراء. حرف الجي ممكن يتنطق دج دج زي فيليج 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 قرية. وهننزل كورس كامل لشرح الصوتيات ان شاء الله في الصيف، هنعرف ازاي ننطق ونكتب كويس وننطق ازاي الحروف والكلمات. فيليج 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 هنا بمعنى قرية. بيج 5 صفحة 5 هنلاقي هنا conjugation of verbs، تصريف الأفعال. تصريف الأفعال عشان أحول الفعل من present من مضارع لبسط ماضي في regular verbs أفعال منتظمة. إيه يا مستر الأفعال المنتظمة اللي بحولها من مضارع لماضي؟ بحط لها مقطع ثابت sound sounded. هنا حطينا لها إيدي عشان أحول الماضي. decide decided هنا آخره إيه فحطيت له دي بس. طيب guess guessed ايدي تشيك تشيكت يعني ايه يا مستر؟ هنا معنى يفحص تشيك، هنا فحص تشيكت. فلو عايز اكتب جمله في الماضي لازم اعرف الفعل ده منتظم ولا غير منتظم. منتظم بحط له دي او ايدي او اي ايدي، وهنتكلم عن حالاتهم بالتفصيل في شرح الجرامر. طب لو غير منتظم irregular verbs، لو غير منتظم بيتغير شكله او بيفضل زي ما هو. يعني من الاخر لازم نحفظ الافعال الغير منتظمه. bring brought يحضر احضر، think thought يعتقد اعتقد، bring brought think thought، know knew يعرف عرف، choose chose choose choose يختار اختار. يبقى الشاذ او الغير منتظم يحفظ كما هو. expressions and phrases، expressions يعني تعبيرات and phrases وعبارات. of course of course طبعا او بالتاكيد. bring life bring life يحضر الحياه او يجلب الحياه، زي النيل بيجيب الحياه لمصر طبعا. لا حياه بدون ماء نهر النيل. bring life the whole of Egypt the whole of Egypt جميع انحاء مصر. that's like that's like هذا يبدو مثل هذا يبدو مثل. come on come on come on هيا. last one last one الاخير last one الاخير. important sentences جمل هامه. important sentences هنا اول جمله بيقول ايه؟ the Nile يعني نهر النيل brings life بيجلب الحياه to the whole of Egypt لكل مصر. نهر النيل بيجيب الحياه لكل مصر. the Nile is نهر النيل بيكون 6670 كيلومتر 6670 كيلومتر. طبعا ده طوله طويل جدا 6670 كيلومتر. it's like انه مثل، هنا like بمعنى مثل، ليها معاني كتير هنا بمعنى مثل. نهر النيل مثل traveling السفر to the center of the earth السفر الى مركز الارض. يبقى نهر النيل نفس مسافته مسافة السفر لمركز الأرض. The Nile has two branches. النيل ليه فرعين. In Egypt في مصر. The Nile has two branches in Egypt. اللي هما فرع رشيد وفرع دمياط. عند جمع بعض الكلمات في كلمات شاذة بيتغير شكلها. ملاش قاعدة. تحفظ كما هي. زي Oasis واحة. Oasis واحة. Oasis Oasis واحات. هنا الـ IS حولناها الـ ES يبقى هنا لا تتبع قاعدة ولكن تحفظ كما هي. Oasis Oasis. هنا بيقول لي أسماء البلاد زي Egypt مصر، أستراليا أستراليا، وأسماء الأنهار زي نايل نهر النيل وأمازون نهر الأمازون، وأسماء الأماكن المشهورة المحددة زي كايرو تاور برج القاهرة
الحرف الأول بيبقى كابيتال، الحرف الأول بيبقى كابيتال. ده بيساعدني لما باجي أحل سؤال البنكتويشن، علامات الترقيم، لازم أعرف أنه الحروف اللي بتبقى كابيتال أو أنه الكلمات اللي أول حرف بيبقى كابيتال، زي أسماء الدول، أسماء الأنهار، أسماء الأماكن المشهورة، أسماء الأشخاص. تشيك بوينت، هنا مجموعة من الأسئلة الاختياري، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. My apartment يعني شقتي is in a big نقط on the 16th floor، هي مبنى كبير في الدور الستاشر، يبقى a big building مبنى كبير. طبعا mountain جبل لا، village قرية لا، desert صحراء لا، يبقى building. Many different kinds of fish، العديد من الأنواع المختلفة من السمك. Live in the، بيعيشوا فين يا ترى؟ أكيد river نهر. Forest غابة لا، oasis واحة لا، building مبنى برضو لا. Yesterday امبارح، we went to Cairo، ذهبنا إلى القاهرة. To see the نقط، رحنا القاهرة عشان نشوف إيه؟ أكيد كايرو تاور، برج القاهرة، ده اللي موجود في القاهرة. أي نقط، it's the longest، what do you think، يبقى أنا بخمن إيه الأطول، يبقى I guess، أنا بخمن إيه الأطول أو إيه الأطول، مثلا نهر، what do you think، إيه رأيك، يبقى I guess it's the longest، what do you think. Page 6، صفحة 6، listening script، نص استماع، listen read and role play، استمع اقرأ وتبادل الأدوار. سارة بتقول ايه؟ let's do this quiz، يلا نحل هذا الاختبار. let's بمعنى هي، من اساليب الاقتراح بيجي وراها المصدر. let's do this quiz، يبقى this quiz بيجي معاها do، يلا نحل الاختبار. دينا قالت لها what is it about، هو عن ايه؟ what is it about، what is it about. فسارة قالت لها the Nile، على نهر النيل. على ايه؟ على نهر النيل. فقالت لها that sounds very interesting، يبدو شيق جدا او يبدو مثير للاهتمام، يبدو مثير للاهتمام. فسارة ردت وقالت of course، بالطبع. the Nile brings life، يحضر نهر النيل الحياة. to the whole of Egypt، لكل مصر. no river Nile، لو مفيش نهر النيل. no Egypt، مفيش مصر. come on، تعالي. let's try، يلا نحاول، يلا نجرب. question 1، السؤال الأول، which sentence is true، أنه إجابة صح. is the Nile the shortest، هل نهر النيل هو الأقصر. the longest، ولا الأطول. or the widest river، ولا الأوسع نهر. in the world، في العالم. فدينا بتقولها بتفكر. I don't know، أنا مش عارفة. I guess، أنا بخمن. it's the longest، إن هو الأطول. what do you think، ماذا تعتقدين. what do you think، قالت لها yeah، نعم. I know، أنا أعرف. both، كلا. the Amazon، نهر الأمازون. and the Nile، ونهر النيل. are very very long، طوال جدا جدا. let's choose B، يلا نختار B. next question، السؤال الثاني، يبقى هم كده بيختاروا وبعد كده هيتأكدوا. يلا نختار A، B. B اللي هي the longest، الأطول، وطبعا إجاباتهم هتبقى صح. السؤال الثاني، the Nile is 6670 كيلومترز، نهر النيل طوله 6670 كيلومتر، طوله أو مسافته 6670 كيلومترز لونج. Is it like traveling to the center of the earth، هنا إذ بمعنى هل، هل هو مثل السفر إلى مركز الأرض، ولا traveling to the moon، السفر إلى القمر، ولا or traveling to Australia، ولا السفر إلى دولة أستراليا. فقلت لها maybe، ربما traveling to the center of the earth، ربما السفر إلى مركز الأرض. page 7، صفحة 7،
حسنا. I am not sure. أنا مش متأكدة. That sounds like a good guess. يبدو هذا تخمين جيد. Number three. السؤال الثالث. We need to look at the pictures and decide which river is the Nile. يعني احنا عايزين نبص على الصور ونقرر انه نهر نهر النيل. فقالت لها I think it's C. اعتقد الاجابة C. اللي هي الاجابة جيم. الاجابة ايه؟ جيم. فسألت لها why؟ ليه؟ ادي الصورة هي. قالت ان ده هو نهر النيل. كان في A و B و C لو ألف و ب و جيم. فاختارت C. قالت لها in C. في صورة C you can see the Cairo Tower. شايفين برج القاهرة. So it's clearly in Egypt. يعني من الواضح انه هو في مصر. علامة من علامات مصر او القاهرة برج القاهرة. لا اوك. Last one. اخر واحد. How many branches? كم عدد فروع نهر النيل? Does the Nile have in Egypt? كم عدد الفروع? قالت لا. I am going to say three. انا هقول ثلاثة. طبعا غلط. هم اتنين. That sounds like a good number. هذا يبدو رقم ايه جيد. ضربت اي رقم. Irm. Check on your phone. يلا بقى افحصي هاتفك او اتأكدي من الاجابة من على هاتفك. لا اوك. There are two branches. لا دول فرعين. يبقى هم فرعين ولا ثلاثة؟ فرعين. طبعا هم two branches. فرع رشيد وفرع دمياط. بيج 8 صفحة 8. Superlative adjectives. صفات التفضيل. يعني ايه يا مستر؟ انا عايز اقارن بين واحد ومجموعة. عايز اقارن بين مثلا نهر النيل وباقي الانهار. بحط قبل الصفة زي وبعد الصفة اي اس تي. وخاصة لو الصفة قصيرة. كلمة لونج دي صفة مقطع واحد. بقولها لونج. مش بقسمها. مش كبيرة مثلا زي كلمة اكسبنسيف. انا بقول لونج. طب عايز اقول نهر النيل الاطول. هتبقى ذا لونجست. يبقى ذا نايل نهر النيل از بيكون ذا لونجست. قاعدة بتقولي في الصفة القصيرة عند المقارنة بين واحد ومجموعة بين النيل وباقي الانهار في العالم. بحط قبل الصفة زي وبعد الصفة اي اس تي. تبقى ذا لونجست. يبقى ذا نايل نهر النيل از بيكون ذا لونجست ريفر. اطول نهر ان ذا وورلد في العالم. ذا نايل از ذا لونجست ريفر ان ذا وورلد. نهر النيل اطول نهر في العالم. هاو لونج هنا بمعنى كام الطول. وتيجي برضو بمعنى كام المدة. كام الطول. زي طول مثلا ايه انهار. طول مسافات بمعنى اصح. وممكن تيجي كام المدة. هاو لونج. طب يا مستر في طول بمعنى طويل. تمام كده. لو طول طول رأسي زي هاو طول الزمان. كم طول الرجل. لكن لونج هاو طول رأسي. لكن اللونج افقي. طول رأسي واللونج افقي. زي طول هنا المسافات. طول حوت. How long is the Nile? كم طول نهر النيل. It is 6,670 kilometers long. طوله 6,670 كيلومتر. ده طول نهر النيل 6,670 كيلومتر. How many? How many? كم عدد. How many branches does the Nile have in Egypt? كم عدد فروع نهر النيل في مصر. There are two branches. You got فرعين. يبقى how many branches? How many branches? كم عدد الفروع. There are. You got two branches. اللي هم فرع رشيد وفرع دمياط. Did you know? هل كنت تعلم. The Nile. هنا معلومة عن نهر النيل. The Nile. نهر النيل. Is home for. هو موطن لي. Different kinds of fish. لأنواع مختلفة من السمك. Birds. طيور. And turtles. And turtles. والسلاحف. One of the planet's largest reptiles. واحد من أكبر الزواحف على كوكب الأرض. مين يا ترى؟ The Nile crocodile. تمساح النيل. Lives in it. بيعيش فيه. في نهر النيل. It is the second largest reptile in the world. هو
تاني أكبر زواحف في العالم. It is between، هو بين 3.5 to 6 meters long، يعني من 3.5 متر لستة متر. طوله من 3.5 متر وأزيد، ممكن يصل لكام؟ لستة متر طول. Page 9، صفحة 9، وتدريبات على Lesson 1 على الوحدة الأولى، الدرس الأول. Listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، على الإجابة الصحيحة. From A B C or D، من الأربع اختيارات. هنا في أربع أسئلة، هسمع واختار. The Nile is the longest river in the world. It is 6,670 kilometers long. It is home for different kinds of fish. The Nile has two branches. نبدأ نراجع. هنا نهر النيل قال لي الأطول، longest river في العالم، وهو طوله 6,670 كيلومتر. 6,670 كيلومتر. هو موطن للكثير من فيش، السمك. هو عنده كم فرع؟ two branches، فرعين. السؤال الثاني، choose، اختياري، ولكن مش استماع، اختياري على المنهج، على كلمات المنهج. there are، يوجد، a lot of trees، الكثير من الأشجار. in the river، النهر، لا. lake، البحيرة، لا. building، مبنى، يبقى forest، غابة. في trees، الأشجار في الغابة. the Nile، نهر النيل، is the not river in the world، is the longest، أطول نهر. طب ليه مش tallest؟ شرحناها يا مستر. طب ليه مش shortest؟ shortest أقصر، لا طبعا. smallest أصغر، لا. longest قلنا الأطول كده أفقي، لكن tallest الأطول رأسي. tallest ممكن أصف مثلا علي، is the tallest، علي الأطول، لكن longest بصف حاجات بالعرض، بصف حاجات بإيه؟ بالعرض، زي طول نهر أو طول مسافة. يبقى the Nile is the longest river in the world. my grandpa، جدي، is a farmer، هو فلاح. he lives in a not، بيعيش فين يا ترى؟ in a village، في قرية. desert، صحراء، لا. city، مدينة كبيرة. river، نهر، يبقى village، قرية. علي could climb، علي استطاع أن يتسلق. the not last week، طلع إيه؟ the mountain، الجبل، الأسبوع اللي فات. moon، القمر، earth، الأرض، oasis، واحة. how not is the Nile، it's 6,670 kilometers long، 6,670 كيلومتر. يبقى طول نهر النيل. يبقى السؤال how long، how long، كم الطول، كم طول نهر النيل؟ 6,670 كيلومتر. السؤال الثالث، read and complete، اقرأ وأكمل. the text، النص، with the words in the box، بالكلمات. هنا جايب لي مجموعة كلمات، meter، متر، longest، أطول، center، مركز، brings، يحضر أو يجلب، important، هام. the Amazon and the Nile، الأمازون ونهر النيل، are very long rivers، أنهار طويلة جدا. but the Nile is the longest، طبعا ولكن نهر النيل الأطول نهر. river in the world، في العالم. it's، إنها يكون 6,670 kilometers long، طوله 6,670 كيلومتر. this is like، هذا مثل، traveling، السفر، to the center of the earth، السفر إلى مركز الأرض. the Nile is not to all of us، يبقى the Nile is important، مهم جدا لينا، لكلنا. it هتبقى it brings life، بيحضر أو يجلب الحياة. to the whole of Egypt، لكل مصر، هو أساس الحياة في دولة مصر. Page 10، صفحة رقم 10، وباقي تدريبات الدرس الأول على الوحدة الأولى. read the text، اقرأ النص.
and answer the questions واجب على الاسئله. The Nile نهر النيل. Is the longest river اطول نهر. In the world في العالم. It's like يبدو مثل traveling السفر to the center of the earth الى مركز الارض. It travels بيسافر through 11 countries عبر او خلال 11 دولة. It's 6,670 كيلومترز لونج طوله 6,670 كيلومتر. The Nile has two branches in Egypt في فرعين في مصر. The Nile is very important نهر النيل مهم جدا to the Egyptians لكل المصريين. It provides Egypt بيمد مصر with water بالماء food الطعام transportation وسائل النقل and excellent soil والتربة الممتازة for growing food لزراعة الطعام. هيسألني هنا مثلا في كلمة excellent هتبقى معنى جيد أو ممتاز أو رائع. The Nile نهر النيل brings life بيحضر الحياة to the whole of Egypt لكل مصر. No river Nile إذا لم يكن لنهر النيل وجود No Egypt مفيش مصر أو مفيش حياة في مصر. أسئلة القطعة Choose the correct answer النوع الأول اختار. The general idea الفكرة العامة of the text للنص is about عن إيه؟ أكيد the Nile عن نهر النيل. The underlined word excellent كلمة excellent means بمعنى رائع أو جيد تبقى بتساوي great بمعنى رائع. النوع التاني من الأسئلة على القطعة answer أجب. How many branches كم عدد الفروع does the Nile have in Egypt اللي نهر النيل ليه في مصر. كم عدد فروع نهر النيل في مصر؟ أكيد فرعين يبقى كم فرع؟ فرعين. هقول The Nile has two branches in Egypt. What does the Nile provide Egypt with? يعني نهر النيل بيدي مصر ايه؟ هقول ايه؟ With water, food, transportation and excellent soil. يعني بيديها مية, طعام, وسائل نقل وتربة خصبة. هقول With water بالماء food الطعام transportation وسائل النقل and excellent soil والتربة الخصبة الممتازة for growing food من أجل إيه؟ زراعة الطعام. السؤال الخامس Read and write the correct form اقرأ وأكتب الصيغة الصحيحة. بيقول لي The Nile have two branches in Egypt. The Nile دي مفرد ومع المفرد بقول has مش have. قاعدة بتقول لي مع he وشي وإيت بختار has. نهر النيل لديه فرعين في مصر. طب بقول امتى هاف مع اي ويوزي يبقى هاز مع المفرد هي وشو ات. هاو طول از ذا نايل لا هاو لونج كم طول النيل وقلنا هاو لونج كم طول المسافات كم طول الانهار. هاو لونج ذا نايل برينج لا ذا نايل برينجز ليه عشان ده مضارع بسيط مع المفرد بحط اس الفعل بحط الاس مع المفرد ذا نايل نهر النيل برينجز لايف بيجلب الحياه يعني مع ضمائر المفرد الغائب هي وشئت بحط الفعل اس بيجلب الحياه to the whole of Egypt لكل مصر. The Cairo Tower برج القاهره مفرد ولا جمع؟ مفرد تبقى ار ولا از؟ از يبقى از عشان ده مفرد. برج القاهره يكون in Egypt يعني ايه؟ يكون في مصر. السؤال السادس اكتب باراجراف من 18 كلمه باستخدام العناصر الارشاديه. The Nile نهر النيل هكتب أول حاجة العنوان في نص السطر The Nile بين علامات تنصيص هنا جايب لي longest أطول branches فروع brings life يحضر الحياة هسيب مسافة أول سطر أقول The Nile
يعني نهر النيل is بيقول the longest river in the world، أطول نهر في العالم. أبدأ السطر التاني من الأول. It has two branches، ليه فرعين. In Egypt، فين؟ في مصر. It عايدة على نهر النيل. It brings life to Egypt، بيحضر الحياة لمصر. طب تعالى نعد كده كام كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كفاية كده. ممكن أكتب جملة 2 10، بس يفضل يكون الباراجراف من 18 ل 30 كلمة، ما يزيدش عن 25 30 وما يقلش عن إيه؟ عن 18. وبكده يبقى خلصنا شرح الدرس الأول الوحدة الأولى، وحلينا تدريبات كتاب جيم بالكامل للدرس الأول. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.